لعبت معظم الرياضات، لعبت كونغ فو، لعبت جيت كوندو، لعبت مواي تاي، لعبت كيك بوكس، لعبت كرة قدم. اللعبة الوحيدة اللي أنا ما لقيتهاش للأسف ليها دعم هنا في مصر أو متوفرة هي لعبة كمال الأجسام، فحبيت أمارسها، حبيت أنزل وأتمرن، وحبيت كمان إن أقول إن يا جماعة البنت زي الولد، مفيش حاجة اسمها بنت لا ما تنفعش تلعب كمال أجسام أو ما ينفعش تلعب فيتنس. ما بدأت أروح جيمات عندنا كانوا بيرفضوا ان انا اخش اتمرن، ما ينفعش بنت تتمرن مع اولاد. فطبعا بدات اوجه الفكره وبدات اكلم مع ناس مسؤوله، يا جماعه انا عايزه العب كمال اجسام، عايزه العب فيتنس، عايزه اعمل بطولات لمصر. للاسف هنا ما فيش دعم، ان شاء الله حتى انا ابدا اتمرن وحد يدعمني وابدا اسافر بره اعمل بطوله باسم مصر، هتبقى هي بس. يا ريت يعني نتمنى ان هي اللعبه تنتشر. انا شايفه ان في بنات بدات تنزل الجيمات وبدأت تتمرن، المسألة مش صعبة، مش شرط ان البنت تلعب فيتنس او تلعب كمال اجسام، لا انا بقول البنت ممكن تلعب اي رياضة، لان الرياضة اهم حاجة بتقتل غريزة الخوف اللي جوه الواحدة، بتخليها ماشية واثقة من نفسها، متبقاش خايفة من حد. وعامة الرياضة في الاول والاخر اسمها جمال اجسام. عقيد زميلي في الحراسات، فانا بدات اعرض عليه الفكره، حبيت اللبس، قلت له انا عايزه انزل حراسات خاصه وعايزه اعمل حاجه جديده. هو طبعا كان في اعتراض ان انت بنت ومش هينفع، واحنا بنطلع تامين وبنطلع حراسات وبيبقى في مشاكل بتواجهنا والكلام ده. قلت له لا انا حابه اجرب الفكره، وفعلا بدات اروح المكتب وعملت اختبارات والحمد لله نجحت فيها، وبدات انزل معاهم حملات وبدات البس الافرول والقايش والطنفه، وحسيت ان الموضوع هو صعب فعلا في الاول، بس بعد كده بالتعود بقى الحمد لله بقيت انزل حفلات كبيره، بقيت انزل لو تامين ممثلين. الحمد لله كانت فكره حلوه واهو بحاول فيها. والله انا عارفه ان وزاره الشباب والرياضه يعني مجهوداتها جامده، بالذات الالعاب كمال الاجسام صعبه شويه بالنسبه لهم للبنت، صعبه شويه كمان للدعم للاولاد. انا شايفه في ابطال عالم ما شاء الله للاسف واخدين بطولات، مش لاقيين دعم ليهم هنا، البلد مش مهتميه بيهم، مضطرين ان هم يسيبوا بلدهم ويسافروا بره، دي المشاكل اللي احنا بنقابلها. وللاسف بيسافروا بره يبداوا يدربوا ناس تانية من بلاد تانية ويبداوا يرفعوا اعلام تانية. كنت الاول انها بنت تمرني وتتمرن معايا، دي كانت صعبه شويه، بس تقبلت الموضوع عشان خبرتها، وهي كويسه وفاهمه كويس جدا في اللعبه، ربنا يوفقها ان شاء الله. بدات اتمرن معاها وهي اللي كانت بتمرني وبتنظم البرنامج التمرين والاكل تمام. والاول كنت مواجه صعوبه ان بنت تمرني وكده، فلما بدات اتمرن معاها استفدت منها بحاجات كتير قوي، وحسيت بفرق كبير قوي عن كباتن تانيه. عايزة أقول إن في ناس بتعتقد إن لعبة كمال الأجسام بتغير من الشكل عامة الأنثوي، أنا مش شايفة كده خالص، أنا هو بالعكس حاسة إن أنا كل مادة بزيد أنوثة. عادي لبسي أهو بناتي، مفيش أي حاجة اعتراض، الساعة، إكسسواري، الأكلادور بتاعي، الميك اب بحطه، بروح للكوافير وكل حاجه. عايزه اقول ان انا فعلا مبسوطه باللي انا وصلت له ده، وان شاء الله احاول اعمل حاجه جديده واحاول اني فعلا اثبت ان البنت الرياضيه المصريه عندها جينات عاليه ممكن تشتغل عليها، بس اهم حاجه تشتغل صح.